التهاب الكولون التقرحي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية مثل داء كرون. إنما يتميز كل مرض من هذين المرضين بميزات خاصة. بشكل خاص يطال التهاب الكولون التقرحي الريتيف كوليتس أو الريكتوكوليت إيموراجيك الشباب ما بين عمر 20 و30 سنة، مع أن هناك ذروة ثانية للإصابة تحصل ما بعد عمر 60. الدكتور الاختصاصي في أمراض جهاز الهضم والتنظير علي عيسى. التهاب الكولون التقرحي هو مرض بنصنفه من ضمن أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة. في مرضين أساسيين من ضمن هالفئة، هن داء كرون ديزيز والتهاب الكولون التقرحي. في أوفرلاب بيناتهم، في اختلاط بيناتهم. الفرق الأساسي بيناتهم إنه التهاب الكولون التقرحي بيصيب حصرا الكولون، بينما الداء كرون ممكن يصيب أي جزء من الأنبوب الهضمي. أي مريض بيكون عنده إسهال مزمن متكرر من فترة من أكثر من 4 أسابيع، في عنده نقص وزن، في عنده ألام بطنية شديدة، عم يشوف دم بالبراز، ولما بتكون تحاليل المخبرية عم تظهر إنه في فقر دم، أنيميا، فهذه كلها مؤشرات بتدل إنه الحالة ما أنا بتتعدى موضوع إسهال بسيط أو جاستروانتيريت بسيط، لازم نعمل فحوصات إنه نعمل منظار كولون. الطريقة الوحيدة لتأكيد التشخيص هي بإجراء الاختبارات والفحوصات اللي على رأسها منظار الكولون الكولونوسكوبي. يطلب من كل مريض يعاني منذ أكثر من 10 سنوات من التهاب الكولون التقرحي أن يخضع كل سنة لفحص المنظار، لأن المصابين بالتهاب الكولون التقرحي المزمن يزداد عندهم خطر التعرض لسرطان الكولون أكثر من الباقين. ولا يجوز أن يوقف المصابون بالتهاب الكولون التقرحي أدويتهم متى شعروا بالتحسن. الدكتور علي عيسى. معالجة التهاب الكولون القرحي تعتمد على المعالجات الدوائية، وهون في عنا عدة أصناف حسب شدة المرض، حسب توزعه، حسب أنه المريض عنده إصابة بكامل الكولون أو بجزء من الكولون. بنبلش بالأدوية اللي بنسميها نحن مضادات الالتهاب الموضوعية، مثل 5-أمينو-ساليسيليك أسيد، معالجات فموية وعن طريق حقن شرجية. الحالات الشديدة كتير بنحتاج أحيانا لاستخدام الكورتيكوستيرويدز. هاي الأدوية فعالة، بس مشكلتها أنه ما بنقدر نستخدمها لفترة طويلة لأنه لها تأثيرات جانبية كتير. فهون لما بكون المريض محتاج دائما لاستخدام الكورتيكوستيرويد، ننتقل للفئة الثانية من الأدوية اللي هي مثبطات المناعة مثل الأزاتيوبرين. الثورة اللي صارت من سنوات بمجال معالجة التهاب الكولون قرحي داء كرون هي البيولوجيكال تريتمنت، الأدوية اللي بتعتمد على توليد أجسام مضادة خاصة تتوجه باتجاه البروتينات الالتهابية اللي إلها دور بالمرض. هي طبعا هي الأدوية بنسميها الأدوية البيولوجية. للأسف في حالات حتى بتكون ما بتستجيب على أي نوع من أنواع الأدوية، نضطر نلجأ للجراحة واستئصال الكولون. وهون إذا ما عملنا الجراحة فالتهاب الكولون التقرحي ممكن يسبب الوفاة بسبب الاختلاطات الناجمة عن التهاب الكولون القرحي، سواء أدى لحدوث سرطان أو أدى لحدوث انسقاب بالأمعاء. فلما بنوصل لمرحلة الجراحة ما بيكون في عنا أي بديل تاني. تسجل أعلى مستويات للإصابة بالتهاب الكولون التقرحي في قارة أوروبا، وبالأخص في بلدان أوروبا الشمالية، حيث يتراوح عدد المرضى ما بين 60,000 و100,000 أوروبي.